السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع stockimage.ai كنت عملت فيديو عنه قبل كده وخلصت النقط اللي هي التجريبية، فلقينا مؤسس الموقع بيقول لي اتفضل نقط تجرب الموقع اكتر، يعني حاجة تشجيعية. طيب خلينا نجرب هو هنا بيعمل ايه. بتقول له انا عايز اعمل مثلا بوك كفر، عايز اعمل خلفية، عايز اعمل بوستر، عايز اعمل لوجو، اي حاجة من الحاجات ديت. كل اللي عليك هتكتب هنا انت بتفكر فيه. تمام، وتقول له جنريت. تمام، هي النقط اللي الراجل اداها لي. هقول له مثلا بوك كفر. تمام، تبدأ بقى تكتب اللي انت عايزه، وليكن مثلا زي ما انت عايز، عايز كلر، عايز شكل الكاميرا، الحاجات دي كلها. لو في حاجة عايز تستثنيها تقدر تقول له بقى مش عايز خلفية سودة بتاع، زي ما انت عايز. تمام، وهنقول له جنريت. فعمل لي الخلفيه بالشكل دوت. تمام، تقدر تعمل لها داونلود. تعال نشوف الداونلود ممكن نجيب. فبيقول لي ان انت عايز تعمل داونلود. تمام، تقدر تعمل داونلود الايمج ده نورمال. تمام، وبعد كده ممكن تعمل تكبر الصوره لو انت حابب، وتقدر تعمل اب سكيل، تقدر تكبرها مثلا 4x. بالشكل دوت. انهانس كواليتي، وتقدر تعمل داونلود للصوره ديت. طيب ممكن تقول له بص انا مش هغير حاجه في الكلام، خليني اقول له نفس الحاجه واقول له اعمل لي صوره تانية. ليه؟ لان هو مش بيعمل سيرش، هو بيعمل لك هي صوره هي جديده عجباك اخر وبركه، مش عجباك طب اقول له جنريت صوره كمان. تمام، وتقدر تبتكر الكلام اللي انت عايزه. اهو دي مثلا عجباني نوعا ما. تمام، تقدر ان انت تقول له ايه داونلود وتحملها. طيب خلينا نقول له داونلود ايمج. عندنا نقط بقى وبتاع براحتنا. تمام، هو بيحملها ايه بي ان جي. طيب في امتدادات تانية؟ لا هو بي ان جي. طيب سيف. طيب خلينا نقول له مثلا هناخد الكلام دوت، وممكن تقول له سيرفر رسمي، اعمل لي خلفية انت بقى على ذوقك بقى. تمام، طيب نقول له مثلا عايزين نحط خلفية اهيت المود، ممكن مثلا بالشكل ده. تمام، ممكن نقول له بقى الكواليتي قد ايه، النيجاتيف برومت لو انت في كلام معين عايز تستثنيه قول له جنريت. اول مره يبقى عندي نقط براحتي بقى، يعني تحس كده ان انت في كازينو داخل براحتك بقى اسف. تمام اهو. طيب تعالى بقى نقول له بوستر، نقول له عايزين بوستر مثلا عن الحضاره بتاعتنا. خلينا مثلا نفكر كده، اعمل مثلا مبنى على شكل ورده، مبنى على شكل اهرامات. يبدأ بقى يكون لك هو صورة اوتوماتيك. ده الهيستوري لو في صور اتعملت قبل كده بالشكل دوت. ستوك ايمج. تمام، طيب خلينا نقول له خلي بالك ان انت لو كتبت نفس الكلمة هتطلع لك صورة مختلفة تماما عن اللي انا عاملها، ودي الجميل في الموضوع. يعني فطلعت بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايزها هورزونتال، عايزها فيرتيكال، براحتك خالص.
او بالشكل ده. ممكن تقول له انا عايز لوجو، تعال نشوف. تمام، طيب دي جنريت، نفس الكلام الموجود بس مش هجيب لك نفس الشكل، هجيب لك شكل تاني. طيب خليني اقول له مثلا اهو، ونقول له اعمل جنريت. يعني هو شبه واحد صاحبي. جميل، تمام، هبعت له الصورة دي على طول. طيب تعالى بقى نجرب هنا. لما جربت المرة اللي فاتت اعتقد دي ما كانتش شغالة، هي والويب موبايل يوزر انترفيس. نشوفها دلوقتي فعلت ولا لا. ماشي، الويب لسه ما اتفعلتش. تمام، طيب يعني جميل الأمانة، جميل. تمام، تعالى نخليه ياخد نفس الجملة وهو بقى يدور عليها ويعمل لنا الخلفية بتاعتها. وجميل ان الموقع ده اعتقد مفتوح في العالم كله يعني. طيب خلينا نكتب كده بالعربي مثلا زهرة الصحراء.